الاسم رضوان حامد مصطفى. سنك قد ايه يا رضوان؟ 34. بتشتغل ايه؟ بوياجي وسط دوكو. العنوان؟ 38 شارع السد العالي الشرابيه. ما قولك فيما هو منسوب اليك بانك سرقت المجني عليها فدوى حسن ابراهيم الجمل بالاكراه وتهجمت عليها في بيتها وسرقت مبلغ 70,000 جنيه؟ ده تحت تهديد السلاح. كذب وافتراء. ما سرقتش حاجه. السلاح ده بتاع واحد من رجالتها. انا رحت لها. بس اللي سيادتك بتقوله ده ما حصلش. طلب مني فلوس كتير ساعتك. بس انا الصراحه ما رضيتش اديله. لان عنده ماله وربنا عطيه. بس هو طماع. ومضيع كل فلوسه على الغوازي والسهر والستات اللا مؤاخذه يعني. بعد كده سعادتك راح لمراتي وعمل اللي عمله ده. لا وبمنتهى البجاحه سعادتك بعت لي الرساله دي. انا عندي فدوى يا فتحي. وانت عارف ليه؟ شفت؟ حصل يا باشا. انا وفتحي كنا قاعدين ورضوان قال له على فلوس وفتحي ما رضيش يديها له. رضوان ساعتها قعد يزعق وقال له ما تزعلش مني لو خدتهم منك غصب عنك انت او من اي حد يخصك. لقيته معدي عليا في الصيدليه وبيقول لي هات ايراد الصيدليه. قلت له فتحي محرج عليا ما ادالكش ولا مليم. وبعدين ما تقعد وتكن في بيتك وتبطل صرمحه. انت لسه قايم من عمليه وحادثه واقرا قران لمراتك الست الطيبه الله يرحمها وابنك. قال لي انت مال اهلك؟ انا حياتي السهر واذا كان عاجبكم. ومد ايده في الدرج وخد كل اللي فيه كان حوالي 2000 جنيه. ولما قلت لفتحي قال لي ربنا يهديه. ما اتعص يا بيه ولا شل اخونه ما عملوش حاجه. وعمل الكبيره وراح عند فاتو. قاعده في امان الله. لسه مخلصه العشاء وبسبح. لقيت جرس الباب بيرن. بفتح. لقيته في وشي. قلت له ازيك يا ابو؟ انت ايه يا اخويا اللي منزلك من البيت وانت تعبان كده؟ لقيته بيزقني وفي ايده سلاح. قال لي خش يا مرا هاتي اي فلوس من جوه. اللي نزل عليا صريخ وهو بدا يفتش في البيت. خد كل الفلوس اللي في الدولاب 70,000 جنيه ميات. وانا بقيت اقول له عيب يا اخوي عيب. ده انا مرات اخوه. مد ايده عليا وهددني بالسلاح اللي كان معاه.